وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم إفريقيا اقتصاديا وبإتاحة الفرصة لتحويلها إلى قارة غنية عبر الاستفادة من مواردها المتاحة. من 50 دولة إفريقية تفتكر أن هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة خلال 20-30 سنة القادمة؟ ده أرض تتابعه عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا إن إحنا ننظر لإفريقيا مش فقط من إحنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا، احنا المفروض ان احنا، بقول تاني، لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية. حد يقول اقتصادية انك انت تدعم تقوي قدرة القارة الإفريقية، اقول لك ايوه، انت هتحول سوق إفريقي في مليار وخلال 20-30 سنة القادمين هيصل الى مليار ونص، مليار وخمسمائة مليون، من اكبر القارات هتبقى من اكبر القارات اللي فيها نسبة السكان بعد آسيا. انت هتحولهم الى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. احنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غني، لان احنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة. فانا النهاردة لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. طب انت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في ارضي، بعد انت يا يعني ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللي فاتوا وتغنيت انت وانا زي ما انا.